Jamais. يوميا نلقي القبض على الارهابيين ويوميا بصدد تفكيك الاجنحه نتاعهم ويوميا بصدد معناها حجز الاسلحه. احنا هذا عمل دؤوب يومي معناها مش معناها عمل استثنائي في اطار محاربه الارهاب ان شاء الله. احنا وردت علينا معلومات متاكده من انه ستصير معناها احداث شغب في الملعب فخيرنا ارجاء المقابله طرأ لكل اشكال. هكا خير معنا ما تتيح ارواح ولا معنا نصبح احنا معنا بعده في اشكالات عده اعتبارات وعده مبررات. كان ثم خوف كان ثم معنا احتياط من تصرفات جمهور الترجي. ثم معلومات متاكده انه ثم اعمال شغب ستصير داخل الملعب. احنا خوفا على الملعب وخوفا على الجمهور الترجي في حد ذاته خيرنا ارجاء المقابله. ما فيها باس كي نرجع المقابله وندرؤوا برشا اشكالات وبرشا معناها شغب. هي مجرد معلومات ربما وقع تضخيم تصريحاتي بشان التهديدات الارهابيه. احنا على موعد مع راس السنه الميلاديه كما في العيد الصغير كما في العيد الكبير ثم تهديدات معناها حضرنا لها ان شاء الله واحنا مستعدين لمجاهدتها باذن الله. لكن قالوا لنا اثرت على السياحه تصريحاتك اثرت على السياحه قالوا سيد الوزير. لا تصريحاتي لانها اجتزئت لو اخذت كامله لما اثرت على السياحه. نحن هذا المؤتمر هو لبنه من لبنات هذا التصور المشترك بين البلدان العربيه في مكافحه الارهاب. ثمة دائما تواصل بين الاشقاء العرب لمكافحه الجريمه المنظمه ولمكافحه الاعمال الارهابيه. وهذا المؤتمر هو خير دليل على ذلك بما يشمله من اعمال ضافيه ان شاء الله لهذا السبيل في هذا.